عسلم. عسلم. لبيس؟ الحمد لله. قدم لي روح. أمل. شو تعمل في حياتك أمل؟ نعم فورماسيون دو كوافور. بي تحكي لنا شوية على الكوافور، علاش اخترت كوافور؟ والله أنا مغرومة من الصغر، معناها عندي عماتي وكل اللي نحب معناها كوافور، معناها مغرومة. معناها موهبة ورثتها. موهبة أي. كيفاش ترى روحك في المستقبل في الموهبة هذه؟ أكيد باش نحل حاجة سونتر ولا فهمت. من الأول كيما العبيد الكل تحب تخدم مع أي عبد أي. تتمرن ومن بعديك تحل وحدة. إي صحيح. ترى روحك مستقبلك في المهنة هذه في تونس ولا البرة؟ لا في تونس الحقيقة، البرة ما عنديش فكرة. أخيرا لقينا شكون هكا يطمح في بلاده. به موضوعي ليك اليوم، شكون الشخصية المؤثرة في حياتك، في حياة أي فرد؟ أمي. أي كيفاش؟ والله هي كل شيء أكيد. يا أم أي أم شكون كيكة معناها صحيح. صاحبتك أمك؟ أي سمح سمح. أي نحكي لها كل شيء. نحكي لها كل شيء، المشاكل مثلا شنو شنو المثل كثيره في مثلا في اي حاجه، اي حاجه تعرض لها باش نحكي معها. امك من النوع اللي تختار لك صحابك ولا اي؟ وتهتم برشا معني، تركز في صاحبتك شكون، بنت شكون، عقله مش عقله كيك. انا بتبعتي عاقله. انت تنجم تكون عقله مي لونتوراج، لونتوراج صعيب شويه ماك تعرف لونتوراج صحيح. دونك امك ديما تراقب وديما ديما تراقب اكيد. فاش شنو علاقتك بامك بالضبط؟ والله كيما الصحاب نحكيو كل شيء، معناها تهتم بكل شيء، يعني تحاول تتلهي. وصديقتك هذه معناها كنتوا صحاب كيف الاخوات؟ صحيح، وكنا نقراو مع بعضنا معناها، فهمت؟ صارت لي معاها مشكل من وقتها ما عادش. كي تضيق بك الدنيا اللي شكون تحكي؟ الدار لامي. كل شيء. هما حاجات ساعات ما نجموش نحكيوها لامهاتنا، حتى لاخواتنا، نحكيوها لصديقه مقربه. انت شنو تعمل في الوقت هذاك؟ والله نسكت ما نحكيش فكها. اي مش نحكي للناس كل ما تجي تكتب. نكتب اي ولا نسكت نشد الحكايه. ما تخافش ترجع عليك؟ لا فهمت. قلت لي بوك ماهوش صعيب كيما امك. كيفاش معاك بالضبط؟ والله سيس اكثر منها، هي سيس يحاول يفهم المواضيع، تحكي له حاجه يحاول يستوعب يناقش هكا، يحاول يناقش. علاقتك بخوك كيفاش؟ والله اصحاب كيما الصحاب، هو ديجا خويا صغير و اصغر منك. ايه برشا بعضنا. لا مش برشا. هو 8 عمره. ايه صغير 12 هكاك 11 في العم في الزون هذيك. ايه كيفاش علاقتك؟ والله خويا ما انك انت الوحيده وهو الوحيد. يحكي لي مشاكل مثلا كيبدا متقلق. مشاكل هو 12 سنه بدا يصعد، كيبدا متقلق ولا تعجبه شكون يحكي لي معناها فهمت هكا. وبهي علاقتنا معناها بيسكو هو معناها الخو الصغير الوحيد اللي في العائله، دونك متعلق بينا اكثر، متعلق بينا برشا. هو شكون مدلل اكثر؟ والله زوز كيف كيف، زوز كيف كيف. ديجا يمكن انا مدلل اكثر منه هو. قلت لي اصلك صفاقسيه. ايه احكي لنا شويه على صفاقس. والله درج كل قديش تمشي؟ ما نمشيش لا جمله، ما درج دودي هي سامحني كل مره، درج دودي هي ما نمشيش انا، اما كانوا قبل هما يمشي فهمت كا. معناها انت عمرك ما مشيت لبلادك، ما تقولهمش نحب نمشي؟ لا نقول لهم، اما قلت لك ما عندنا حد غاديك، اما هما دار جدودي القدام فهمت كيف. دونك عندنا عندي درا قدام ما مشيتش. نحكيو شويه على القرايه. علاش ما كملتش قرايتك واخترت انك تعمل فورماسيون؟ دوينا بطبيعتي كي كنت صغيره ما كنتش دوي بالقرايه، اكثر حاجه هي الحجامه وحتى ملي صغيره راه. اي ما كنتش نجم تكمل قرايتك ومن بعد تعملها الفورماسيون هذه ولا حبيت تربح الوقت؟ لا حبيت نربح الوقت، قلت مادامني قاعده مش مادام بطلت القرايه وما عنديش نكون حاف في القرايه. ليش بطلتها؟ والله 6-8 عمري وقتها بطلت 13 عندي ما صغيره برشا. ايه صحيح. ايه ما ندمتش؟ لا بالحق لا، وديجا راني عندي حاجات اخرين. بخلاف الكوافير شنو عملت؟ والله عملت قبل بخلاف الكوافير، عملت شنو نقول عملت اكل، كنت بوجوتري، عملت باتيسري، عملت الكل معناها. ومن بعد عملت برشا حاجات معناها، برشا حاجات. وبعد كي لقيتهم ما نجحوش عملت كوافير. ما جربتش خدمت؟ لا مازلت الحقيقه جمله مستقبل ان شاء الله. جمله ما خدمتش؟ لا ما خدمتش ان شاء الله في المستقبل باش نخدم. بعد ما تكمل معناها. شنو احسن حاجه تعرف تعملها؟
والله نعملش حاجات انا. فيش مختصه ولا في شنو انت بالضبط سؤالك؟ في الدومين نتاع الكوافور اكثر لكل شيء فيغني هكاها والحاجات الاخرين بتبيعتي بطول المده اكيد باش تحسنوا. وين وصلت تو؟ شوف ايش شنو هو مازالك باش تتعلم باش تقرا؟ تو مازلنا في بوشينغ. ما زلت في الاول عاد احنا هكا كل مره نتعلم حاجه. ها اوكي ميرسي.